اهلا وسهلا بيكم في حكايه جديده من حكايات رحلات اكتشف بلدك. النهارده احنا هنتكلم عن قصه تمثالين من اشهر التماثيل اللي موجوده في مدينه الاسماعيليه. تمثالين، واحد منهم يسمى تمثال الصمود والتاني يسمى تمثال النصر. الفنان جلال عبده هاشم، وده من اشهر الفنانين التشكيليين في مدينه الاسماعيليه. ارتبط اسمه بابداع، وهو تمثالين اطلق عليهم الصمود، والاخر اطلق عليه تمثال النصر، وده يعتبر تخليدا لبطولات الجيش المصري والمقاومه الشعبيه لفترات الحروب اثناء انتصارات حرب اكتوبر. لحد دلوقتي التمثالين دول بيعتبروا من اهم المزارات للي حابب يعرف تاريخ مدينه الاسماعيليه. التمثال زي ما انتم شايفينه هو امام متحف الاسماعيليه، والميدان ده اسمه ميدان السادات وشارع محمد علي. بيحكي قصه العزيمه والنصر والافراح اللي مرت بيها مصر سنه 1967 لحد انتصارات حرب اكتوبر 1973. الفنان اللي عمل التمثال ده هو الفنان جلال عبده هاشم، وده من مواليد الاسماعيليه 15 يناير 1941. عاش في الاسماعيليه في فتره النكسه وحرب الاستنزاف، وما سابش المدينه زي كتير جدا من الناس اللي تجروا وسابوا مدينه الاسماعيليه. كان بيشارك مع المقاومه الشعبيه في الاسماعيليه، وشاهد بنفسه حجم الدمار اللي اصاب المدينه اثر الهجمات الاسرائيليه على الاسماعيليه. فقرر ان هو يخلد ذكرى الشهداء من خلال ان هو يجمع بعض الشظايا والدنات اللي تم اطلاقها من العدو لتدمير المدينه. وبالفعل قدر ان هو يجمع 4500 شظيه، وهو بيتكلم وبيقول حسب كلامه ان من خلال بعض الضباط والجنود والاهالي جمعوا له مجموعه كبيره جدا من الشظايا ليتم عمل التمثال اللي حضراتكم شايفينه ده. وبيقول ان كل شظيه من التمثال ده اتجمعت واتحطت في التمثال ده بتحمل جزء من تاريخ حكايه الشعب المصري وجنود مصر البواسل. من ضمن الشظايا منها اللي كان سبب في استشهاد جندي مصري، وفيها كمان بعض من دماء المصريين الطاهرة، وشظايا موتت ممرضة اسمها حسنة استشهدت 7 بنات في 67 هي وأسرتها بالكامل، وده كان قبل فرحها بشهور قليلة. كمان الشظايا بتشهد على استشهاد الطفل سيد اللي حاول ان هو ينقذ كوبري الجلاء في الاسماعيليه، ان في قنبله اترمت على كوبري الجلاء فجاي يشيلها ويرميها في ترعه الاسماعيليه فانفجرت فيه، وكان عمره وقتها 8 سنين، وده استشهد يوم 8 اغسطس 1970. وكتير جدا من الحكايات اللي بيخلدها هذا التمثال، وهو تمثال الصمود. تم تجميع الشظايا على شكل مقاتل من الجيش المصري، وفي ايده سلاح وفي الايد التانية قذيفة. اتعرض التمثال هنا بعد ما انتهى العمل فيه في شارع مصر، وبعد كده معرض القاهرة الدولي 1972، وكانت بتقام في ساحته كتير جدا من الحفلات الفنية بحضور قيادات وجنود من القوات المسلحة، لأنه كان بمثابة الحافز للجنود ورفع الروح المعنوية. بعد كده اتنقل إلى شارع السلطان حسين، ودلوقتي هو أمام متحف الإسماعيلية.